السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق: لما كان اليوم الصابئ ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب، ودعا قريش وأطعمه وأكرمهم، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، ما سميت ابنك؟ قال: سميته محمدا. فقالوا: قد رغبت عن أسماء آبائك؟ قال: أردت أن يحمده من على الغبراء، محمدا سموا نبي الهدى، وهو أحق الناس بالحمد، صلى عليه الله ما أشرقت شمس الله في ذلك السعدي. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره، وبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة، ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور، وأقبلت الملائكة والحور وحفت وجرتها أنواع الطيور، وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا، وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، فاز من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، باذلا في الحب مهجته سامعا بالروح والمهج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، حبكم في قلبنا محروم من رئيل الذنب والحرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج، وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج، صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا رب لك لك من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوصل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم، تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب صامع، وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء، وتعصمنا من نزار قهرك من وبائك، وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا، اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر، وتؤمننا من الفضائل الأكبر، وتنجينا عن دار البوار، وتسكننا الفردوس من دار القرار، بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أوصلوا بالأمثلة التوابي ما قرأناه من القرآن العظيم، وما مدحناه، هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة مقبولة منا ولنا، إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا الصفا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء العلماء الشهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفنا على شرفهم، وفضلنا على فضلهم، وكرامتنا على كراماتهم، وفضل علينا من فضلاتهم، وامدنا بما تديهم، واحملنا بما يتيم، وانصرنا بنصرتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في أعمالنا، في رزقنا، في كسبنا، في معاملاتنا، في تجاراتنا، في زراعتنا، بركة دامتك ما باركت على عبادك الصالحين. اللهم يسر عسيرنا، وسهل أمورنا، وفرج كروبنا، وأهد ديوننا، واشف أمراضنا، وقل لغايتنا وحوائج من وصفنا بالدعاء. اللهم إلى حضرة من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وصارف لمن الموتى كلهم أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنا وعافهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.